السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنكمل مع بعض مراحل نمو الأطفال في السنة الأولى من العمر، وهنتكلم النهاردة عن الشهر الخامس. اتكلمنا قبل كده عن الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن خصائص الشهر الخامس اللي بيزيد الوزن فيه نص كيلو، يعني بيكون في حدود 6.5 كيلو لسبعة كيلو جرام على حسب وزن الولادة. وزن الطفل بيزيد نص كيلو، الطفل يبدأ اللعب، يبدأ الضحك بطريقة بصوت أعلى، يبدأ يلعب، بيحرك إيديه بطريقة كويسة، يبدأ يلعب، ينقل الألعاب من مكان، من إيد لإيد، يحط رجليه في بقه، يحط أي حاجة تيجي في إيده ممكن يحطها في بقه. ممكن الطفل يبدأ يقعد، لكن لازم يكون مسنود، لازم يكون واخدين بالنا منه عشان ممكن يقع مننا. والطفل طبعا زي ما حضراتكم عارفين او شايفين في الصوره، ممكن الطفل يبدا يلعب بالالعاب اللي لها الوان زاهيه، والالعاب دي بتنمي طبعا ذكائه، بتخليه عنده تفاعل اجتماعي اكتر. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، الضحكه والابتسامه للطفل، اللعب، التفاعل الاجتماعي. No more imitating. Now they are truly reacting. الطفل طبعا بيحرك اللعبة اللي بتطلع أصوات. Unique personality will begin to emerge. He or she will try many sounds. طبعا الأطفال دول أطفال أجانب طبعا مش مصريين. Squealing. الطفل بيحط إيده في بقه، بيحاول يكتشف مصدر الصوت اللي موجود في اللعبة. You begin to get a feel for your baby's language. As he or she learns. لازم نعمل مع أطفالنا كده، لأن طبعا كل دي عوامل مهمة في نمو العقل والذهن عند الطفل. زي ما اتفقنا، ممكن يحط أي حاجة في بقه، بينقل أو اللعبة بتاعته، objects are often moved from one hand to the other and will inevitably end up in the mouth. Time to be extra careful about small objects. Five-month-olds will discover that their feet and toes are interesting and even tasty. A baby's muscle tone develops in a top-to-bottom direction, and by 5 months there is muscle stretch. الطفل بيتقلب مع الشهر الخامس. طبعا بنحاول بنستمر على الرضاعة الطبيعية، أو لو هو بياخد الرضاعة الصناعية بيستمر عليها. يبدأ ياخد فيتامين سي والكالسيوم والحديد، كالسيوم والحديد وفيتامين سي. نبدأ نأكله طبعا شوربة الخضار، بطاطس، بسكوت، شاي، تريلاك، صفار بيض. أنا بشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع مهم عن تطور الأطفال في الشهر السادس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.